ماذا في الدول الأخرى؟ ما هو لازم نقدم فعلا نموذج في الدول الأخرى. ناخد أوروبا لأن هي برضو أصل الحضارة. خلينا نركن شوية الأمريكانتين لأنه في النهاية هم خدوا من أوروبا. يعني تعدد المدارس وتعدد الشهادات. ما أعتقدش أن حضرتك فرنسا وأنا ابني واخد بكالوريا فرنسا. فرنسا في امتحان موحد للبكالوريا فرنسا. إنجلترا في امتحان موحد اسمه الأي جي. في أمريكا في الدبلومة الأمريكية. طب ماذا عن المدارس اللي يعني بتدرس بلغة البلد والمدارس اللي بتدرس بلغات أجنبية؟ مفيش يا فندم. يعني فرنسا حضرتك مش هتروحي تقول لهم أنا ناوي أخد شهادة باللغة الإنجليزية وتختموها لي، غير موجود. هنا أنا مش ضد بقى التعليم الخاص أو التعليم الأجنبي، إنما لازم أحط مفهوم بقى، مفهوم واحد. ده اللي أنا دايما أقول المفهوم ده إيه. حضرتك عايز تاخد تعليم بلغات، أنا ما عنديش مانع، بالعكس تاني تعليمك زي ما هو، بس لما تيجي تمتحن بقى الشهادة الوطنية نمتحن كلنا مسمى واحد. وهنا يجي توحيد المناهج بقى يا فندم. ودي أخطر ما في الموضوع، إن أنت بقى عندك كيانات كده ما أنتش عارفة، والوزارة اللي تقعد ترخيص بالمناسبة. يعني غير صحيح تماما هي فكرة إنه ده تعليم أجنبي أنا ماليش علاقة بيه. لا، أنت حضرتك اللي بتدي له الترخيص عشان يفتح المدرسة. أيوه. هم ثلاث أربع مدارس بس على مستوى مصر اللي تابعين للسفارات. دي حاجه ثانيه. انما كل التعليم الخاص في مصر يتبع وزاره التربيه والتعليم، وهي التي تعطي له الترخيص بتدريس المنهج الامريكي او المنهج الانجليزي او المنهج الفرنساوي. طيب ليه بقى احنا ما بنقولش درسوا المنهج الوطني؟ يعني لماذا لا ندرس التاريخ المصري؟ حتى بالمناسبه حتى في مدارسنا لا ندرس التاريخ. لا يعني نص الدستور في مادة اللي خاصة بالتعليم في 19 تقول لك واللغة العربية والتاريخ هي مواد أساسية إجبارية. إحنا نيجي عند الثانوي مرحلة الثانوية ولا ندرس خالص التاريخ بعد أولى ثانوي، وكأن الولاد بتوع علمي مفروض ما يعرفوش تاريخ مصر اللي إحنا أصلا بندهولهم في رابعة ابتدائي. يعني بص حضرتك احنا لا ندرس التاريخ الاربع سنين بس. بس الحقيقه ده شيء خطير، يعني ان ينشا المواطن وهو غير واعي بتاريخ بلده. واحنا كمان حضرتك دلوقتي بتتكلمي على المدارس العامه. ده صحيح. كيف حدث هذا يعني؟ حدث ان احنا فجاه كده، شوف حضرتك احنا عندنا مشكله في مصر، لقينا سر وبلدنا مشي كده والوزراء القدماء عملوا كده، فسيبنا الحاجه بدون نظره فاحصه. نجيب ندرس بقى كل حته كده دي فيها ايه، ونحط مصر على الخريطه ونشوف كل حاجه فيها ايه. فلقينا مثلا ان الولاد ما بياخدوش تاريخ وجغرافيا الا من سنه رابعه. طب ليه يا جماعه بياخدوها من سنه رابعه؟ ايه الحكمه يعني؟ يقول لك هي كده. طب كده ليه؟ لقيناها كده. طيب نيجي نوصل بقى لثانوي، نلاقي بعد اولى ثانوي حضرتك الطالب اللي داخل ادبي ياخد بس تاريخ أو فلسفة. علمي لا. لا لا لا. طب هو التاريخ يا جماعة، هو المواطن اللي في علمي ده مش دي مصر بتاعتنا كلنا؟ مش ده تاريخ الوطن ولا تاريخ حد تاني؟ نفس الشيء في المدارس بقى الأجنبية أوحش بقى. إنك تلزميهم بالامتحان في العربي فقط والتربية القومية اللي هي مختصر بالظبط كده سبع ورقات. يقول لك ما هي التربية الوطنية دي فيها تاريخ، أقول له سبع ورقات ويجيب فيها 50%. حتى إحساسك باللغة القومية إنك يا دوبك تنجحي 50%. حتى أنا الحقيقة وكتبت ده في الأهرام في مقالة، هذه مواد دستورية يا جماعة، نفذوا الدستور، أنا مش طالبة حاجة أكتر من ويبقى تدريس اللغة خليه هو يدرسوا الرياضيات باللغة، يدرسوا الرياضيات باللغة، مش ضد، بس على الأقل أن تحترم التاريخ الوطني يمتحن فيه تبقى مش مادة نجاح وسوء. يعني فكرة المعرفة دي مهمة جدا يعني. بالظبط كده. واللغة أيضا. واللغة. يعني ليه ما ندرسش عربي؟ مش فاهمها برضو. يعني فرنسا أو بياخدوا إنجليزي وبياخدوا ممكن في ثانوي تاخدي لغة أخرى ثالثة مثلا، إنما ما بيروحوش يقولوا لحضرتك إن أنا مش همتحنك في اللغة الفرنسية. أيوه. في فرنسا التاريخ إجباري حتى لغاية المرحلة الجامعية، الفلسفة بالمناسبة. يدرسوا الفلسفة حتى الجامعة. اللغة الفرنسية في الجامعات تدرس. انت بتيجي عندنا هنا وتروحي عاملة قطع على طول.